بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي واقفين نشوف عملية التقليم اللي بتجرى سنويا في النخل. هي النخل بالنسبة للنخل السيوي التقليم بيبقى سنوي، بياخد في النخل السيوي اللي بيتم سنوي جريتين، انما بياخد في النخل البلدي اللي هو ممكن عام بعد عام بياخد 3 جريدات مع بعض فوق بعض علشان يبدأ ينظف النخلة من فوق، ويبدأ يعمل عملية الطلع. بيبقى طالع له مكان يطلع فيه ويبقى مكان لتحميل الصباط. طبعا اللي بيجرى العملية دي مش اي واحد بيقدر يطلع النخلة ويقوم بعملية التقليم زي ما احنا شايفين، لازما بيبقى عامل ماهر متدرب على عملية التقليم. تاني حاجة من الحاجات اللي قلناها واتناقشنا فيها مع بعض قبل ما يطلع النخلة، انه هو بيبقى معاه عملية التعفير للنخلة قبل ما بينزل، لانه كل خبطة بتتم في عملية الجريد بيخرج منها عصارة، والعصارة دي بتبقى جاذبة لسوسة النخيل الحمراء. ف يعني المعلومة اللي قلناها له او اللي هو عارفها او اللي هو بيستعملها، انه هو معه عملية ازازة بلاستيكية ممتلئة بالكبريت الزراعي، عامل لها ثقوب من تحت، فبيقوم بالضغط عليها فبتبدأ تعمل معاه زي العفارة. التعفير الكبريت على قلب النخلة من فوق اللي هي جرى فيها عملية التقليم بتعمل عازل على الجروح اللي حصلت، بحيث ان العصارة اللي خارجة منها نتيجة التقليم ما تصلش لسوسة النخيل الحمراء. شايفين ادي كده العامل الماهر بدأ نظف النخلة، قلب النخلة من فوق بدأ يظهر كده النظافة بتاعته، بحيث انه ما يكونش فيه اي فرصة للحشرات، الحشرات او الفئران او الى اخر، فبيبقى عملية مقاومة اي مرض يظهر فيها امر ميسر وسهل. ادي دي نخلة لسه ما جراش فيها عملية التقليم، زي ما احنا شايفين كم الجريد اللي هو عامل ظلام في قلب النخلة، ما فيش ممكن يبقى عرضة لسكون الحشرات وعدم كشف اعراض الاصابه مبكرا. انما انت شايف النخله دلوقتي اللي هي حصل فيها عمليه التقليم اهو، نفس قلب النخله من فوق. واتمنى انه نكون قدرنا نوصلنا معلومه مفيده لكل محبي النخل وزراعه النخل. معاكم اخيكم عباس العشيري.